عشان كده انا جاي معك الصين. تيجي فين؟ رجلي على رجلك، ده شقى عمري كله وسالب فوقه بالفايز كمان، ما عنديش استعداد اخسره ابدا. ايوه حاج، بس ده تعب عليك. وهتعب اكتر لو فلوس سافرت وسابتني هنا لوحدي، عشان كده انا لازم اجي معاك واشوف الفلوس دي وهي بتدفع للصينيين قدام عينيا. يا كده يا مش تعب. بدي تشوف يا حاج. عندي بقى الوصولات، وشوف عاوز كام عربون علشان تربط العمليه. عربون ايه يا حاج؟ الفلوس كلها لازم تدفع قبل العمليه. الكلام ده شرطهم الوحيد. هتفرض طلع النصابين؟ لا نصابين، نصابين ايه؟ عيب يا حاج، دول ناس محترمه، ناس ليهم وضعهم واسمهم في الصين. يعني دول ناس معلمين محترمين بس صيني. جرايه يا حاج، هو احنا كنا قادرين على لبنان لما هنقدر على الصين مره واحده؟ في ايه يا حاج؟ انت هتعد عليا ولا ايه؟ قلت لك ده شغل. اعد عليك ده ايه؟ انا خايفه عليك يا حاج، وبعدين الناس دول غيرنا خالص. لا ما تخافيش عليا، لاني مش عيل صغير، وبعدين اذا كانوا هم صينيين فانا حفيد خوفهم وقرع. هو في ايه يا حاج؟ هو انا كل ما اقول لك كلمه تقلبها هزار كده؟ اعمل لك ايه بس؟ انا قلت لك ان دي عمليه مهمه ولازم احضر اتفاقها بنفسي. انا كل اللي عاوزه منك بس تدعي لي ربنا يسترها معايا ويسهلها لي، ان اقدر اخدها من بوق المنافسين. ربنا يسترها معاك وينصرك على كل من يعاديك، وييسر لك كل امر عسير قادر يا كريم يا رب. اوعى كده يا سماح. اوعى جرايه يا سماح، انت بالك فتره واخده مني جنب كده ليه؟ اصلك ما بقتش تحبني زي الاول. مين ابن الكدابه اللي قال كده؟ انت. انا؟ يتقطع لساني لو كنت قلت. ما هو مش لازم تقول بالكلام، بس قلت بالمحسوس. محسوس ايه وملبوس ايه؟ انت بتتكلمي بالالغاز كده ليه؟ ما هو بصراحه كده يا سي مختار، كون انك مش عايز تخلف مني يبقى انت مش حبيبني بجد، والظاهر كده ان انا في حياتك مجرد نزوه. نزوه؟ انت جبت الكلمه دي منين؟ اهو بيقولوها في مسلسلات التلفزيون. يقطع التلفزيون اللي واكل عقلك يا بت يا بت يا عقلي. وبعدين انا مش عايز اجيب منك عيل. يا لهوي، يبقى شكي طلع في محله. يا بت انا عايز اجيب منك دستة عيال. بجد يا سي مختار؟ طبعا، بس انا خايف عليكي والخلفة مسؤولية، واحنا لسه في اول سنة جواز. يعني بعد ما تعدي السنة دي ما عندكش مانع؟ طبعا، بس دلوقتي خلينا نتهنى ببعض قبل دوشة العيال وهدة الحيل. مش كده بس يا سي مختار؟ امال ازاي؟ بالهداوة. اذا كان بالهداوة ماشي. حاسه ان انا في كابوس ومش عارفه اصحى منه. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. ليه بس كده؟ احنا عمرنا ما اذينا حد ولا عملنا حاجه وحشه في حد.